دقيقة دقيقة عطينا السؤال ومن بعد شحال دارينا 500 الحاج 500. السلام عليكم. السلام ورحمة الله خويا التاجر. نعم مرحبا بك. السوق رانا نشوفوا في السوق العلف هذه المفروض هذه المنطقة هذا المكان كان معمر بالتجار تاع العلف تاع العلف وين راه من تجار العلف؟ كانت معمرة بالعلف بصح لا غالي العلف راه غالي دي باسا 400 دينار ما عادش الناس تقدر تشري زاد الغضب تاع المواطنين موالة ما يقدروش يشرو ما قدروش يشرو كي غلا ما طاقوش يشرو السومه هذه موالين واه داروا انتفضوا سكروا كاع السوق مازال قال ما دخلش العلف لهنا هذو التجار اللي ما جاوش خايفين من الموالين خايفين من المراقبه على ما دخلش التجار ولا الماده في حد ذاتها ما كانش مش متوفره الماده مش متوفره وخاف من الموالين مش متوفره في المطاحن مش متوفره في المطاحن وخاف من الموالين يعني انت كي تشريه ب 400 ولا 400 200 دينار شحال راح تبيع ديال الترونسبور ديال الخدام شحال راح تبيع يعني ما راحش تسلك فيه انا هذا ما عادش الناس ترجي والو والله غلط تما اليوم ما كانش العلف حتى الموال اللي راح يشري العلف تاعه دوك مين يشري من راح يشري عطينا اسمك باش نعرفك فضل لك اسمك انا الاسم تاعي خالد خالد كيفاش خالد بالقندوس 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 دوك الناس مين تشري العلف تاعها حاج معليش تي خالد الناس تشري العلف تاعها بار تيليفون اللي عندك الشمضاري تاعها ما كاش تاجر ولا يشري معاه بار تيليفون معناها تستمر المضاربه ويستمر ارتفاع الاسعار كيما هاك راه كيما هاك يعني اللي ما جابش ربي الخير ولما جات شاري كيما نقولوا حنا ربيع زين هنايا في المنطقه ما يراحش يهبط على الخلاص والسومه ثاني راح تزيد كيما راه شو راح تزيد اكثر من 400000 في القنطار يعني انت دوك باش تهضر بالتليفون وتقول لواحد جيب لي ال1000 اللي كان راح تبيع ب 450 اللي وصل لك ب 470 يحسب عليك مصاريف مصاريف الاضافيه تاع الترونسبور تاع شكرا الله يجازيك الخير بارك الله فيك اذا اليوم جينا هنايا لان كانوا يفترض ان تكون حمله تاع رقابه من مديريه التجاره حسب ما طلعنا عليه وحسب ما قيل لنا تفاجانا انه ولا يوجد تاجر للاعلاف بسوق المواشي فقط الموالين وحدهم هذا سوق فارغ سوق فارغ تماما سوق فارغ الحاج السلام عليكم ما كاينش العلف اليوم كاين واش هو السبب نشوفوا كيش موال يحكي معنا السلام عليكم الحاج صباح الخير من فضلك معك مدير رحماني صحفي العلف ما كاش اليوم في البيض ما عندكش فكره شكرا الحاج السلام عليكم السلام ورحمه الله معكم نور الدين الرحماني صحفي شفنا حاجه ظاهره ما كاينش اليوم الاعلاف هنا ما كاينش علاش شفتوا السبب مانيش عارف السبب والمضرور الوحيد هو الموال راه كاينه ناس والله الا زويلها تموت والله الا المشيه تاعهم تموت وكيجا هنا يجبر فيها بنقص القيمه في السوق باش يشد قنطار والله زوج زويلها ما كانش نورمالمون الدوله دير حل وتحير فينا دروك 450 وما كانش تروح للتجار تلقى داير في الفاتوره عد المطاحن 150 القنطار هذه فاتوره وهنا يبيع فيها 450 ويقول لك انا شاري ب 400 احنا ما عرفنا لا شكون اللي راه على حق ولا على باطل يعني احنا نطلبوا من هذه السلطات المعنيه يا ودي بحالي حيل شوفوا في هذا الناس شوفوا تاع رحمه مصرها راه فيه لك دوك علاش التجار هادو على مضاري سوق البيض عشرات تجار علاش ما دخلوش اليوم التجار مانيش عارف الا الناس ماشينوار اللي ما على باليش هذا السوق الاول ولا الثاني ولا من وين تبا دخلوش هنا للسوق هذا السوق الثاني ما راهمش يجوا للسوق هذا السوق الثاني هنا وكاين سوق تاع بقراره وكاين بوقطب عيط اسواق وراه الموالات ما راهمش يدخلوا التجار خلاص والتجار صحاب العلف ما راهمش يدخلوا قال لك بلي الموالين حاوزوهم كاينه من هذه الهضره النهار الاول الموالين حاوزوهم واه على سبب 450 قال لهم ما تبيعوناش بهذا السوق ما تبيعوناش بهذا السوق يعني دوك النخالة هي فضلات الفارينة المدعمه من عند الدوله الفارينة حب 120 ولا 130 القنطار مدعمتها الدوله والفضلة تاعها ب 450 حامي شي دوك السميد نتاع البشر السميد البريمير ب 400 وخلى الفضلات ب 450 هاي خاطر قال لهم يا ودي ديروا حل وبيعوها بالسعر نتاعها وما كان حتى مشكل اما التجار كان رد فعل قاطعوا ما عرفش قاطعوا الصوت قال لك يلاه يجي الموال بالتليفون كاين هذه الهضره ما حقناش حنا هاك شوفينا انا واحد راني مكاري هنا ونتسنى ما لقيتش العرف ما لقيتش العرف زويلين هنا نتسنى يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ الله يكون في العون امين اذا هذه عينه الموال قال لك والله ما لقاوش يشري علف المواشي الاسعار غاليه
راك تشوف السوق خاوي فارغ، توافد عشرات الموالين جايين، ولكن الاعلاف ما كاش. قل لي اخي خالد، هذه غير التوضيح، انت راك تبيع فقط الزريعه هذه ياك؟ لا انا نبيع غير زريعه، هنا زريعه ماهوش علف هذا، لا لا هذه زريعه تاع الاراضي الفلاحيه باش الناس تزرع وخلاص. هاي هذه زريعه غير الناس باش تفهم، لان انت الوحيد اللي راك داخل ياك تبيع في الزريعه هنا. انا الوحيد، ما كاينش تاجر واحد اخر، ما كاينش تجار كاع تاع العلف، لا يوجد تجار هذا. شكرا شكرا خالد، الله يحفظك اسي خالد. اذا صوره معبره، هذا هو سحال سوق البيض، اكبر اسعار على مستوى الوطن. تخيلوا اكبر سوق الاعلاف في الوطن ما فيش تجار، اكبر سوق مواشي ما فيش تجار الاعلاف. السلام عليكم الحاج، نقدروا نسقسوكم على الاعلاف؟ واه شخص يا خويا. السلام عليكم، معك مرضي الرحمن صاحبي. مشنا اليوم تجار الاعلاف ما كاينش، ما دخلوش الالف. واش هو الحل؟ واش هو السبب؟ علاش ما دخلش الالف اليوم؟ والله ماني عارف اخويا، مش عارف، خا الناس خايفه من الشعب، والله مش عارف. التجار خايفين من الموالين؟ خليان خلاء. واه ايوا دوك انت مثلا، انت موال انت؟ موال مش موال. ماكش موال. شكرا شكرا شكرا. خصنا موالين. ارجل اكبر. السلام عليكم جماعه موالين انتوما. السلام عليكم حاج، حاج موال. مانيش موال. صح السلام عليكم الحاج، ماكش موال. بغينا نعرفوا غير مشكل الاعلاف هذا، بارك الله فيكم. اه تحكي معنا الحاج؟ انا جاي نسقسو برك، نور الدين ناس رحماني صحفي، بغينا نسقسو العلف اليوم ما تخرج كاع البيض، علاش السبب؟ والله لا يجي. كيفاش نديرو بالعلف؟ العلف اللي ولا فيه 500000 قنطار واش نخلو بيه؟ والاخرى ولات تخرج برا وتبيعها تراباندو، على واش هاد المواله؟ واش يديروا بها هاد الحياه؟ لو كان صايب هذا الكلمه تموت، الله يخليك. لهالدرجه الحاج، لهالدرجه. علينا الناس يلعبوا علينا، على الدوله تبيع فيه 150 هو يبيع فيه ب 400 500، على واش؟ ما رانا في يديه. والله كان رانا صايبين المال نطبقوه، وهذه الثروه تاع البلاد. غادي نحذر نسمحوا فيها. خلاص الدوله ما راحش هو ما قاعد الله يحفظك. وكي يرحم هذيك يدخل هنا كاين الامن الحمد لله، وكاين كل شهر وري الزيت باش راك تبيع، وري الفاتوره باش راك تبيع، كيما بقى يبيع بعد ايام الموالة غير خلطوا بالتراب، وحنا نشرب فيه ب 400 وشي بالتراب وبالحبوبة وكل شيء مخلط على ودي. حنا الله بالشرع يا ودي فكونا منهم يا ودي. غير واش الحاج، واش راه صاري؟ فهمنا خبرك واش راه صاري. الموالة ذوهم شوف، ما راه عندهم واحد متكلف بهم مسعود، ما راه دولة متفقدتهم وعارفتهم واش راه عندهم. الارض راها جفاف، البلاد البلاد اللي عندها شي واحد صاحبه المير ولا صاحبه حد راه داير له محميه قدام نيفه. الشعب الاخر طاب، الماء ما جينا به نكيدوا لها، رانا قاعدين نهدوها حابسه في المراحات والروح. هذه الدوله ياك راه قاعد في ولايه، غير الولايه ذيك. الوالي لو كان يجي الشعب ويتلمد عنده ما عندهش باه يوكلها نهار. عيينا صابرين، عيينا والله يا الاستعمار اللي رانا فيه اليوم اللي شفناه في وقت فرنسا. رانا ما يخوزين، الطرق مقطوعه، البلاد خاليه، الشيء اللي يجيبوا فيه خرجوا فيه بثالث الشومه ويبيعوا لنا هنا فيه ب 430 و 420 وهذا شعب، شعب راه ميت، شعب راه ميت ما راهش حي. يا عباد الله الله يهديكم قول لهم هذه الدوله قال لي راكم متفقدين الشعب هاو راه في الموت، ولا ما كانش ارواحوا دوها وقتلوها العسكر وهذونا نري. هذا اللي فيه. بارك الله فيك الحاج. الحاج العلف اليوم ما كانش في البياض مقطوع، بس ولا شاحنه دخلت تعال. ما بقى لي له الناس الاخر ما كتبت. وين وزير التجاره هذا؟ وين يومين وقف في العاصمه غير مرموا هذه الرقابه تاعته. هاي الناس هاي مواطن راه ضايعه. يراقب مش مشكل. اذا راك باغي يدير عليهم كاع يدير عليهم كل حصار. وزير التجاره وراه في سيمانه يدور وما حبس كاع. هاي في الاسواق نزلت تخرج 150 ولا 160 ولا خليناها 400. دوك الحاج خلاص 400. شحال وصلت؟ في بوكتوب 450 مشيت ليه. يامس انا وصلت انا الحاج. عاد جاوبنا من فضلك يامس. هذه يامس ثلاثة العشية، أنا مشيت خاطر الكراج في الكراج وما نجيش نشري فيها. مشيت خينا واحد السيد مرافقة وصلنا حل الكراج وقال ما قاعدة جا من الصحراء من قبل كاب الملح شحال يخبط يرحم والدي. وجا شرا غير الموال ذاك، شراه الموال شراه ب 370 ألف.
وعاد حوقنا قطعة ب 400 شد هذه ب 70 قال لك غادي نديروا اسعار واسعار مفيكسين هو هذا الاسعار اللي مفيكسين صافي صافي جاوبني دروك اللي جاو يدوا العلف هنا منين يشرو علفهم دروك الناس خلوها تموت ما السوق ما فيش علف خلوها تموت وين خليها تموت وين 500 تبقيها انت 500 يبيع لك واش نديروا بها ايوا النعجه دير شي حاجه ماشي مشكل السوق حنا باغيين جوج سوال حنا باغيين بلادنا تسقم زين زين مش نقعدوا نسقمين العلف يدير كذا وكذا السميد رانا درناها برقابه وفيكسينا للبريد درناها ب 410 في 415 هاي كل شويه رقابه صح ونديرها دوله حنا لمن دنقوا دنقوا المسؤولين تاعنا الحمد لله تحت سبحان الله السميد 200 ونزلها ب 400 وين هي اللي خير؟ 450 ما ضرباش غير الشينا غير التاليه وما زينا راه 500 الزرع 500 الف الزرع 500 الزرع 500 الف لا 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 اللي عنده العود خلاه اللي عنده الشاه خلاه بين المنكر ذا تموت ما يبيعوها وما يوخذوها هذا الشعب شعبه ولدي يقطع سمعت وقطع ما عنده ما باه يتحرك اليوم راه قاعد حابس اللي عاد اللي راه عندهم عينهم للشعب يديروا له حل واللي ما عينهمش ودي يريض الحيه ولا راه خلي يفوت خليه راوي ما يخون روح معليش خليه يفوت العاس خليه اسمح لي ناس يا الحاج ديت العلف اليوم ولا ما ديتش؟ ما ديتش علاه العلف؟ العلف قال يوم زرعناه ما شفنا كاع ما كانش ما كانش ما كانش ما عندنا باه نتبنى غير في السهره ولا غير في السهره ولا ما كانش العلف ما كانش العلف ما كانش وقال ما قال بندو شاك سمحنا فيه نيشان موال موال راه يعاني ما قعد ما قعد موال موال ما عنده مشعول ما راه عنده قيمه دخلوا قاش هاني طرباندو ما كلم موال لا حي طرباندو راه مقاري صلاح بين هاك وهاك دوك الموالي يسحق العلف من يدي درو كيما كاش في السوق وين يلقاه تموت حقيت هيا ديال الحمر هادي ساعه من السوق راه راه هادي لها تموت انت ما كدير 430 والنعجه دير 700 450 حتى 400 حتى 500 هاك حل الحيه اللي دايره هاك وين هذه الدوله ما كان لا دوله لا حد قول لنا شاب تاع موال موال مطالب تاعها مرفوضه من اي ناحيه تجي من ناحيه الاداره تمشي للوزاره تاع الفلاحه الغرفه ما يستقبلوكش الزرع في بوكته ما كاش اللي يستقبلك تقول لك تاع اللوفا تقول لك اودي ما دخلش نزاله مازال ما خلطناش كاين اللي زرعه وديناه له كاين اللي يجيبوا العلف كاين الماشين ورني راهم يجيبوه منين راهم يجيبوه دايرين مزرعه وحدهم ها راهم يبيعوا فيه ويشروا فيه ويصمصروا فيه يدوا من المؤسسات هذه هي منين راهم يجيبوه تكري كاميو تكري بمليون باه تقدر تجيب العلف كتوصل ثم يقول لك العلف ما كانش اخويا ما كانش هو يبيع في العلف لصاحبه هو هنا لقيناه برا يتباع خلص مليون ويجي الكاميو فيه 200 ها خبر لك انت 170 وبرا راه يتباع ب 440 انا كيفته ب 420 440 440 كوبا هذاك 400 رديته لا انا كنا نطلبوا منهم يجيبوا لنا العلف ويجيو يتباع بالمراقبه تراقب وثاني نطلبوا من البراج كيف حابسين اليوم راه زوين نموت يا ودي تعال واش صرا اليوم يا ذاك الراجل راه زوين نموت الحال حال الله ما لقيناش داو خنيح ولات الرخله بمطار حنا منين ناخذ منين ناخذوا ما يسموناش في السوق دائما وقفوا معانا في مقرب الله قال رانا ضايعين اللي في يدينا وكلناه ليها وقعدنا متبوعين بالدين راهم صحاب الرح يسالونا ما لقينا باه نخلصوا داروا لنا رحا هنا السي الحاج كاين دور هذه تاع الاخر حضروا دايرين اصحاب الناس تخرج فيها 150 وجوه والموال الاخرين ب 450 لا حطهم ويقول لك راني باغي نعاون انا الموال كي داير باغي تعاون صح بيع لينا كاع جمله بيع لينا بطارف نيشان بصح ما تبيعش لوحدين ب 450 وواحدين يخرجوا فيها ب 400 150 تروح للكراج فيها رقابه يا الاستاذ كاين اللي ما راهش لاقي باه يدي شكاره سميتو ولادي شكاره ما لقاش القلم بروك يجيبها هنا للسوق ما يسموش احنا هذا الثروه راها كاع الجزائر راها حيه كي نديرو حنا ضربو كي نديرو ما عرفناش كاع الطريق اللي ناخذوها وين دائما حيروا فينا والسلام يا بيت ربي يا ودي هذه بلاد عرض ماتوا فيها الشهداء وماتوا بياتنا وتعذبوا بياتنا وقبضوا الاحباس واليوم رانا في الهول وين ناخذوا حنا كي نديرو لم نشكو لم ربي نتمنى ان شاء الله مسؤولين على هذه الولايه ومسؤولين على الوزير ان شاء الله يسمعوا النداء تاعك خليو الناس طريقه خاوتينا احلوا الطريقه الوقت هذا منكر هذا منكر راه
خالق فينا مو الحاجه السومه تاع نتاع نتاع رخله راه كيما السومه تاع قنطار تاع قنطار وكاين اللي راه يجيبها هنا باركه ويرفدها وروح للسوق شوفها السوق حابس ما كاينش بيع ما كاينش دونك منين 300-470 القنطار تاع المخاله حاشاك حاشا ما راه بين عينيه البراهيش ما ياكلوهاش المخاله عندنا هذه سنتيم واش باقي لا الحاجه هضروا له انتم واش باقي باقيين يرخصوا لنا العلف كي داير يرخصوا لك حاشنا كي داير يرخصوا لك العلف فهمنا لا السوق السوداء هذا ها وين تلقوه تلقى الدوله تطلق للسوق ودير المراقبه سمعتوا دير المراقبه قال مثلا كنترول يجي يشوف ديروا لجنة ويشوفوا المقوله شحال راهم يبيعوا لهم نجالة ما تقولناش اسم ما تقولناش مديرية التجارة راها قايبة هنا في الولاية عندنا ما كانش قايبة ضربة واحدة ما كانش راها مبلعة والله حتى انا واحدة ما كان حتى في سوق الماشية راها قايبة مديرية التجارة محض السرية توقفوا تراها ب 400 دروك صلي على النبي صلي على النبي دروك من يجوا يزاكو انا جايب العلف ويجوا يزاكوني فرقداش السرية يقدروا يلحقوا يشروا عليه ماهيش خدمة هذه ماهيشي والله واش والله نقاط الكلام واش لا هو هما اللي راهم باقيين ويتبعوا الدوله يهضروا للدوله يا خويا يطلقوا لهم الصوب يجيب العلف ويبيع على على التجار ما مش يجيبوا العلف اليوم ما كاش العلف علاه واش السبب على واش زعكوهم زعكم الشعب ما عنديش خدمه ما يجيش ليا ما يجيش ليا الخدمه بالمراقبه والله واش ايه ما كاش الرقابه هذه هي بالمراقبه بصح ما هوش انا نجيب العلف انا نجيب العلف نبيع فيه تجي انت تطاوعني تزعفني ها رقدا لا لا اش نقصروا نبيعه كاينه ولا ما كاينش خلي الحاج يعطينا كلمه الحاج يا الحل وشتاهو اسمك الحاج شو اسمك شو اسمك يا الحل وشتاهو باش نعرفو غير باش نعرفو يا الحاج الناصر اخي اسمح اخي اسمح الحاج الناصر واه دوك مين بلعوا الرحي وضحكوا الاخرين المول كيفهم باغيين يدير كي باغيين يدير خبرنا فهمنا غير من عندك كي باغيين يدير دوك انت فهمنا انا باغي نفهم فهمني مين تدي العلف تاعك حتى اليوم مين تدي ما نعرف هم منين ندي هكا ما نقولش واش توكل الماشيه تاعك واش توكل ما عندي ما نوكلها كيفاش توكل خليها تموت واش ندير لها منين نجيب لها خبرني هكا كون ندي نعطيه